بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا مواضيع كتير جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. طبعا النهاردة في حوالي 5 مباريات في الدوري العام المصري، بدأت هذه المباريات في تمام الساعة 10:00، هنوالي حضراتكم دائما بنتائج هذه المباريات. ولكن الأهم دائما أن احنا وإحنا بنتكلم مع حضراتكم لازم نبين لحضراتكم الحقائق وماذا يحدث خلال الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة حملات ممنهجة ضد النادي الأهلي في كل الأمور، حملات ممنهجة ضد اللاعبين، حملات ممنهجة ضد الجهاز الفني، حملات ممنهجة ضد النادي الأهلي بكل ما يحتويه أو تحتويه هذه الكلمة من معاني كثيرة جدا لجمهورها. الكل يعلم عندما يتصدر النادي الأهلي الدوري العام المصري، أو لأنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك مؤجلات كثيرة جدا للنادي الأهلي، ولكن الدوري الآن في إيد لاعبة النادي الأهلي أو في أرجل لاعبة النادي الأهلي وجهازه الفني أو تفكير جهازه الفني. فعشان كده الحملات دي ابتدت تظهر وتبان خلال الفترة اللي فاتت. أنا قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات أن بعد مباراة النجوم هتلاقوا الحملات دي بتتصاعد واحدة واحدة. احنا دورنا دايما أن احنا نبين لحضراتكم الحقائق، وحضراتكم أنا عارف كويس جدا أن جمهور النادي الأهلي جمهور ذكي، جمهور بيعرف يفكر، جمهور دايما عارف اللي قدامه بيتكلم الحقائق ولا لا. عشان كده دايما بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الأريحية الحقيقة وأنا بتكلم معاكم. خلوني أبدأ بس في الموضوع الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الأهلوية.